في مجموعة من الخصائص لابد أنه نضبطها ضمن شريط العنوان. في شريط العنوان تلاحظ عندك الأزرار الثلاثة الآن راح نبرمجها. الزر الخاص في الإغلاق جدا بسيط، نقرع لي مرتين حتى نعمل الإيفنت الخاص في الإغلاق. مجرد أنه تعمل أنت environment.exit وراح نمرر له ضمن البارامتر واحد عملية الإغلاق، هذا هو للخروج من البرنامج. أوكي، ثاني شيء اللي هو الخاص في عملية تكبير الفورم على كبر الشاشة ماكسمايز، إضافة لعملية المينيمايز. الآن لو تذهب على الويندوز 4 على الفورم وتنزل على البروبرتيز، تنزل للأسفل، راح تجد ستارت بوزيشن هو ويندوز ديفولت لوكيشن، راح نغيره من غير السنتر تو سكرين. أوكي، اللي راح نعمله خلال هذه الأزرار الثانية اللي بالنسبة للماكسمايز أند مينيمايز هي الخاصية ويندوز ستيت، راح نغيرها ضمن حالة. في عملية المينيمايز جدا بسيطة، نعمل الإيفنت الخاص فيها الفويد بالنسبة للإيفنت الخاص في الماكسمايز، وراح نقول له ويندوز ستيت اللي هو مال الفور راح يساوي هنا فور ويندوز ستيت دوت مينيمايز. أوكي، اما بالنسبه الى عمليه التكبير والتصغير فهو هنا أنا راح نضع اف شرطيه تميز لي هل هو على كبر الشاشه، اذا على كبر الشاشه لما يضغط عليه يرجع نورمال، واذا كان نورمال يضغط عليه يصير ماكسمايز. اوكي، فنحتاج الى اف شرطيه حتى نميز بين هذه العمليتين. فنقول هنا اف ويندوز ستيت ايكوال تو فور ويندوز ستيت دوت نورمال، يعني اذا كان نورمال فانت ايش راح تعمل لي علي؟ راح اقول له هنا ويندوز ستيت راح ايش يساوي؟ راح يساوي لنا فورم ويندوز ستيت دوت ماكسمايز. اوكي، هذا في البدايه، او الا يعني واذا ما كان يعني اذا كان خلاف هذه العمليه فهو راح يكون عباره عن ويندوز ستيت، هو راح يساوي لك هنا فورم ويندوز ستيت دوت نورمال. اوكي، بهذه البساطه. الان نرجع على فيو ديزاينر ونعمل ستارت عليه حتى نشاهد النتائج. في البداية عندك الزر الخاص في التكبير والتصغير، لما تضغط عليه الآن راح يكبر عندك ويكون على كبر الشاشة. أما إذا عملت عليه في هذه الحالة إنه هو نورمال، لما يضغط عليه هو الآن في ماكسمايز، لما يضغط عليه يرجع نورمال. أما بالنسبة للزر الخاص في عمل ويندوز ستيت إرجاعها إلى التاسك بار، لما تضغط عليه الآن تلاحظ إنه اتجه إلى التاسك بار. أوكي، يمكن تعيده بهذه الطريقة. بالنسبة لزر الإغلاق، اوكي، لما تضغط عليه راح يكنسل البرنامج ويعمل له اكزيت بشكل كامل.